هذا السائل يقول أريد من الشيخ الله يحفظه أن يشرح لي حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب يدخله. هذا فيه أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان إذا ختم له بالخير دخل الجنة، وإن كان فيما مضى من عمره مسيئا، فإذا تاب إلى الله عند وفاته قبل الغرغرة، تاب قبل الغرغرة، فإن الله يقبل توبته ويدخل الجنة. وإذا كان على أعمال صالحة وختم له بشر، ختم له بخاتمة سيئة، انحرف عن الدين، وما أكثر من ينحرفون بسبب الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا ختم له بالانحراف عن الدين دخل النار. ولذلك يجب على المسلم دائما وأبدا أن يسأل الله حسن الخاتم. قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم.